بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنستضيف هذه الأمسية طريقة ديال مجموعة من الإخوان الأصدقاء اللي تيكونوا معنا في كل سنة بشكل مستمر، وتنشكرهم على ذلك. وهي الطريقة الشرقوية ديال بجعد، وهذه طريقة عندها واحد الوزن كبير على الصعيد المغربي، وعندها واحد الميراث في السماع وفي الذكر، اللي هي طبعا الحال منشقة من مدينة بجعد، مدينة بجعد، واللي تأسست عن طريق سيدي بوعبيد الشرقي الوالي الصالح الكبير، تقريبا في النصف ديال القرن السادس عشر الميلادي، التاسع الهجري، وعطت واحد المجموعة من الرجالات الكبار والإصدارات في التصوف وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بطبيعة الحال منها العمل ديال سيدي صالح على الأخص وولدو سيد المعطي، واللي خلى واحد العمل كبير وهي الذخيرة في 60 مجلد ديال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حنا في واحد الضيافة ديال طريقة عندها واحد الوزن كبير وواحد الشحنة روحية كبيرة جدا، وتنجدو الشكر والامتنان للإخوان اللي جاوا من بجعد باش يساهموا معنا ويحضروا معنا في هذه الليلة المباركة. Chers amis, nous accueillons ce soir une confrérie soufie qui nous vient de Bjad, qui est une ville dans le sud du Maroc, qui est pas loin de Beni Mellal, et qui est une pépinière de sainteté et de soufis et de mausolées soufis, et qui a été fondée dans la deuxième moitié du XVIe siècle par un saint soufi qui s'appelle Sidi Bouabid Shirki, dont on chante un certain nombre de chants et de poésie soufie de grande envergure, et qui a cette caractéristique d'associer un savoir avec une expression populaire. Donc il y a une poésie qui touche vraiment très directement. Et cette pépinière de saints a donné tout un ensemble de grandes personnalités spirituelles, dont Sidi Salah et Sidi Al-Mahdi. Et Sidi Al-Mahdi a fait un ouvrage de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en plus de 60 volumes. Et d'ailleurs, les Habous ont publié dans une édition extrêmement raffinée le manuscrit de Sidi Al-Mahdi, une édition autrichienne qui reproduit sous une forme manuscrite les livres de cette valeur-là, tout en respectant complètement la complexité, la calligraphie, l'art. Et donc, parfois, certains d'entre nous ont eu la chance d'avoir cet ouvrage magnifique entre les mains. Et donc, on est très, très heureux de recevoir cette confrérie de la Tariqa Al-Sharqawiya qui ont fait le voyage de Bjad pour venir nous rejoindre ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Allah.
Allah.
I'm not
شكراً.
الله أكبر. سبحان الحي العالي. لا إله إلا الله. لا إله إلا والله لو خيروني في محبتكم ما اخترت غيركم والله والله لو فتحوا صدري لما وجدوا في القلب غيركم والله عيني لغير جمالكم لا تنظر وسواكم في خاطري لا يخطر فإذا نفضت ففي حديث جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكر.
بحور مزيادي بهم تنرجى مرادي ناس نكتب هلونا كان في حسان لقصة انت يا طب العلاج عطاف عني شوف برهانك راني مزاوب في عرق راني مزاوب في القبة راني مزاوب في القبة وقاصد بحر مخصوص ما بضاعك في نفس الدرب وشك على العين
بعد يعرفكم والبال ديالو يصفى يتصور حضراتكم والله ما يكفيكم
من عظيم المجد أنكم من لم يصلي عليكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. تحيا بكم تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين فيكم وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار ونوركم يهتدي الساري برؤياته ونوركم يهتدي الساري برؤياته كأنكم في ظلام الليل أقمار عطفة يا محمد رسول الله والطيف حقا إن أتى
والضيف ها قد أتى هذا الكريم يكرم والضيف ها قد أتى هذا الكريم يكرم ولا تواطي غير مضراب العطي يا بابا غير مضراب العطي يا بابا لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا إله إلا الله هي أدوانا لا إله إلا الله وجود ربي واصطع لنبينا يا بابا صلوا على محمد حبيبنا سيدي محمد سيدي مسين زينك سيدي محمد سيدي مسين زينك حبيبنا مكسينا مع المدينة قول المكسينا مع المدينة
تحضر مكة وزمزم بينا تحضر وتحضر مكة وزمزم بينا تحضر وتحضر مكة وزمزم وين تغيب ويتغير حالي وين تغيب ويتغير حالي أو أهل الطريق الزينة ربوعينا أهل الطريق الزينة ربوعينا أهل الطريق الزينة ربوعينا ما زمشيكم لينا يا حبيب الله يا مولاي إلا الله.
شكرا. Let's go.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام تام على نبي تحل به القرآن وتفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويسقى ماء برجله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بجاه عندك أن تبقى أسر المسورين وتطلق أسر حب الجونين وتكتب سلامة المسافرين وتؤدي دين المديانين وتنفس عن المهمومين وتفرج قربة المكروبين وتقضي حوائج المحتاجين وترفق بالضعفاء وتمن بالشفاء على المرضى من المؤمنين وتؤلف بين المسلمين وتردد غير السوء على الكافرين. اللهم يا من لا يخفى عليه في زوايا خلوة يا من لا يعزب عن به صغيرة ولا كبيرة يا من لا يتعاطمه غفران زلة ولا جريرة أسر
وصلنا بسرك الجميل وصلنا بسرك الجميل واحفظنا بحفظك الكامل وكلنا أنيسا في المقام الرحيم وكلنا علينا من فيض عطائك الجزيل ولا تواخذنا بسر إن اكتسبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا لك الصلاة علي اجعلنا من صلاة علي من الفائزين وعلى حمله من الوالدين الشاربين وبسنته وطاعته من العاملين ولا تحد بيننا ومنه يوم القيامة يا رب العالمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين تقبل الله شكرا شكرا جزيلا الله يجزيكم بخير على هذه النفحات وعلى هذا الحمد لله الدعوات ديال الخير الله يجزيكم بخير الله يكثر الخيرات شكرا جزيلا الحمد لله الحمد لله وهذه الخير ديال المغرب